بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا أعمالهم فهم يعمهون. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإن لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله خبر. إن قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. ها
قالوا هذا
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها واستيقنتها كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وقال يا أيها النمل ادخلوا
بينكم حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني فتبسم ضاحكا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أنه أو ليأتيني بسلطان مبين لا أعذبني عذابا شديدا أو فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئت
جئتك من سبأ بنبأ يقين. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Thank you.
الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت يا أيها الملأ أفتوني أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمد دونني بمال فما آتاني الله خير. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله
بل أنتم بهديتكم تفرحون فلا ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لا قبل لهم بها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن قوي أمين وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن
غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو قالت كأنه هو وأوتينا العلم قبلها وكنا مسلمين قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي قال قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم
اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية
في ذلك لآية لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم فما كان جواب قومه يتطهرون إنهم أولاد يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون خلق السماوات والأرض وأنزل
أنزل لكم من السماء ماء أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أمن جعل الأرض قرارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم
هم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يبدأ الخلق ثم أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وعدنا هذا نحن الأولين
فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.
فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة ممن يكذب بآياتنا فهم يرزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا
فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ولو ما ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا وكل أتوه داخرين وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي قال كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فله خير فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما أمرت
له كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما رب بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون.